بالمناسبة دي خلينا نتعرف أكتر على تفاصيل نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021. هيكون معنا على التليفون الدكتورة فاطمة الزناتي رئيس البرنامج العالمي للمسوحة الصحية وأستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة. برحب بحضرتك معنا دكتورة فاطمة. مساء الخير. أهلاً أهلاً أستاذة سمر وأهلاً بالسادة المشاهدين. أهلاً بحضرتك. يعني دكتور فاطمة، إعلان نتائج المسح الطبي للأسرة المصرية يعتبر عمل مهم جداً بيساعد في رسم سياسات تنموية عديدة خلال الفترات المقبلة. لو تكلمينا أكتر عن أهم المؤشرات لهذا المسح والنتائج اللي توصل إليها. في الحقيقة المسح ده فعلاً زي ما حضرتك بتقولي مسح مهم جداً، لأن هو بيوفر بيانات عن معدلات أغلب البرامج السكانية والصحية، وزي ما حضرتك قلت هينفع في المسح تنمية الأسرة المصرية المشروع، لأنه بناء على أرقامه هنقدر نخطط تخطيط سليم. وفي الحقيقة أهم المؤشرات اللي بيوفرها هو معدلات الإنجاب، وبيقول إن معدلات الإنجاب وصلت في المتوسط 2.85%، يعني كأن في المتوسط السيدة طول حياتها بتنجب حوالي أقل من 3 أطفال. بيقول زي ما حضراتكم عرضتوا دلوقتي إن استخدام وسائل تنظيم الأسرة ارتفع مقارنة ب 2014، وصل 66.4%. في الحقيقة البحث ده بيبين زي برضو ما أنتوا قلتوا أثر التعليم على وتمكين المرأة على أهم المؤشرات. كل ما السيدة كانت بتعمل، كل ما كانت متعلمة، هتلاقي استخدام وسائل تنظيم الأسرة أعلى، معدلات إنجابها أقل. الحقيقة المسح ده ما بيعرضش بس الإنجاب وتنظيم الأسرة، لا، ده هو مهتم بمؤشرات كتيرة بتخدم التخطيط، زي معدل الإنجاب المرغوب فيه، زي ولو إن ده بيظهر في التقرير النهائي، معدلات وفيات الأطفال، التطعيمات للأطفال. في كمان دكتورة فاطمة يعني أضيف لحضرتك، في يعني أشار البحث لانخفاض نسبة ختان الإناث من ضمن يعني ما أشار إليه. الختان بعدين، لأن ده من المؤشرات، هي والعنف ضد المرأة، كل ده من المؤشرات الهامة اللي بيرصدها المسح. في الحقيقة الختان قل بصورة ملحوظة بين البنات من 0 ل 19، بحيث إن هو وصل 14%، آخر مسح كان بيقول 21. في الحقيقة 21 كان في عام 2014. في 2014. وكان المتوقع للي قالوا عايزين يختنوا كان يبقى 56. المرة دي وصلنا ل 14، والمتوقع يكون 27، يعني نص النسبة اللي كانت مسجلة في 2014. من الحاجات المهمة اللي لسه هيعرضها التقرير، على فكرة ده تقرير أولي، التقرير النهائي فيه بيانات عديدة جدا جدا، خاصة حتى بختان البنات اللي هم لم يسبق لهم الزواج من 15 ل 29، وهيبين انخفاض ان شاء الله. عماله الاطفال مثلا بيرصدها البحث، وبين ان في انخفاض في عماله الاطفال من 7 وصلت 5 تقريبا، ففي تطورات كبيره في معدلات التربيه. بنسال على اساليب التربيه، وبنشوف ايه التربيه الايجابيه، بمعنى ان هم عدم استخدام العنف ضد الاطفال وكده. طبعا ده الحمد لله انخفض برضو بصوره معقوله جدا. فكل المؤشرات دي بيرصدها البحث، زائد معدلات التقزم وسوء التغذية، كل ده. طيب دكتورة فاطمة، أنا في بس يعني نقطة مهمة عايزة أسأل حضرتك فيها، إيه هي أبرز التحديات اللي واجهتكم في رصد مؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية للخروج بنتيجة محكمة ودقيقة، خاصة أنه مصر بتتجه نحو السياسات المبنية على الأدلة والبيانات والأرقام الدقيقة؟ في الحقيقة البحث ده طبعا أخذ شغل كتير جدا. أولا البيانات العينة ممثلة على مستوى الجمهورية والمحافظات، ومستخدمة بأسلوب علمي، واستخدمنا فيها نفس الأساليب اللي كنا بنستخدمها في المسوح السابقة عشان نقدر نقارن، بالإضافة إلى استخدام التابلت التكنولوجيا في جمع البيانات. تم تدريب الباحثات، بنجيب باحثات لأول مرة بيشتغلوا عشان يبقى عندهم، بنعلمهم زي ما بنقولوا بنربيهم على ايدينا كده، فدربناهم لمده حوالي 5 6 اسابيع. بيبقى فيه كواليتي كنترول، يعني ضبط جوده، بننزل معاهم فرق ميدانيه وبنتابع البيانات، بنتاكد عن طريق بعض الجداول اللي بنستخرجها مدى دقه البيانات اللي تم تجميعها، وبناخد كمان جزء حوالي 10%، بننزل نعمل اعاده مقابله علشان نتاكد ان كل هذه
البيانات دقيقة. في الحقيقة احنا اشتغلنا في ظروف صعبة، لان لما جينا نشتغل في اول 2020 عملنا التجربة لكن وقفنا بسبب الكوفيد الكورونا، وده كان له اثر في ان احنا اتاخرنا حوالي 10 شهور عن بدء المس، وده كان تحدي كبير. يعني كان لازم كل ما نخش الاسر طبعا كويس قوي نسب الاستجابه، لان كان بنستخدم كل الاساليب الاحترازيه علشان نضمن سلامه الباحثات، وفي نفس الوقت كنا بنسال الباحثات بضروره اتباع الخصوصيه وعدم سؤال السيدة في وجود أي فرد آخر حتى تطمن إن هي وإحنا بنسألها، وإن الإجابة بتسجل على طول على الحاسب وتوصل مباشرة في السيرفر في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث إن إحنا بنبقى موجودين وبنتابع النتائج لنتأكد من دقة البيانات اللي تم جمعها. أتوجه إليك بجزيل الشكر الدكتورة فاطمة الزناتي، رئيس البرنامج العالمي للمسوح الصحية وأستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة.